وبنبدا مع حضراتكم فقره الصحافه. منورنا الكاتب الصحفي المتميز محمد طلعت الهوالي. صباح الفل. صباح الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. تعال نستعرض الاخبار وناخد تفاصيل كل خبر. هي بصراحه مصر ما بتلحقش تفوق يا محمد، عشان بس نكون متفقين يعني. بس خلينا ناخد الخبر الاولاني. ازمه ريجيني تحاصر القاهره. ايوه ابدا كده بقى وخد نفسك. طيب يعني طبعا خلينا نتفق ان الموضوع كبير، يعني في ازمه كبيره حقيقيه بسبب الموضوع ده. و تقدر تحدد لي اطرافها كده في منتهى البساطه يعني؟ ما هو ما حدش عارف اطرافها لحد دلوقتي يعني، بس يعني اللي يعني بيقال في بس خلينا نقول يعني انا حريص جدا على استخدام كلمه وهي الارتباك. يعني احنا في مصر بنعاني من حاله ارتباك شديده جدا في الفتره الاخيره يعني، ولكن لما الارتباك ده يصل الى الدوله ومؤسساتها ده بيبقى المؤشر الخطير. تمام. فاحنا عندنا وقائع محدده. عندنا باحث ايطالي اختفى يوم 25 يناير، كان في منطقه ما بين وسط البلد والدقي، وبعدين عثر على جثته على طريق مصر اسكندريه الصحراوي بعدها بتسع ايام، وعلى الجثه اثار للتعذيب وكسر في قاع الجمجمه. دي الحاجات الاساسيه او الوقائع الاساسيه في المساله دي. بعدها طبعا حصل رد فعل غاضب جدا من ايطاليا، وقالوا احنا عايزين نعرف مين من قتل ريجيني، وده حق طبعا اي دوله في العالم يعني انها تشوف ايه اللي حصل يعني. وحصل ان وزاره الداخليه قالت ان تم تبادل اطلاق النار مع عصابه من اربع اشخاص تخصصت في انتحال صفه الضباط وخطف وسرقه الاجانب، وان من ضمن الناس اللي سرقتهم ربما يكون جوليو ريجيني. وفي مساء هذا اليوم قالوا انهم وجدوا شنطه ريجيني ومتعلقاته عند اخت واحد من الناس، وقالوا ايه خلاص يعني كيس كلوزد يعني بالظبط، تم القبض على العصابه خلاص بقى وخلاص ده تم اغتيال يعني قتل العصابه كلها بالظبط. ايوه ده برضو كانت مشكله كبيره جدا. طيب هنا الـ 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 الناس في ايطاليا او اوروبا حصل غضب شديد جدا. البرلمان الاوروبي قال هدد انه هيقطع المساعدات عن مصر بسبب قضيه جوليو ريجيني والحريات. ثم بعد ذلك تجلى المساله كلها امس، او رد فعل كان من مكتب رئيس الوزراء الايطالي احنا مش مقتنعين بالكلام ده والقضيه بالنسبه لنا ما اتقفلتش. امبارح وزير الخارجيه الايطالي الراجل قال ان احنا هناخد رد فعل وبنهدد باجراءات فوريه وملائمه ضد مصر اذا ما حصلش التعاون المأمول يعني من ناحيتنا. طيب بكره هيطلع وفد من النيابه ومن الشرطه علشان عرض ملابسات ما وصلت اليه التحقيقات حتى الان في قضيه جوليو ريجيني. وانا بالنسبه لي بقى كلمه حتى الان دي مهمه جدا، لانه حتى الان معناها ان القضيه دي ستيل مفتوحه ما اتقفلتش. ده رقم واحد. فبالتالي ده اكبر دليل على فكره الارتباك والتخبط. طب انت ازاي طلعت قلت لي بس خلاص هم دول اللي قتلوه احنا قتلناهم وخلصنا، والنهارده جايه بتقولي لسه التحقيقات شغاله؟ ده معناه ان انت فعلا عندك استبقت الاحداث. الامر الثاني انه وزاره الخارجيه المصريه لم تعقب على تصريحات وزير الخارجيه الايطالي، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في لقاء مع ممثلي الجمعيه البرلمانيه لحلف الاطلنطي وقال ان متفاهمين طبعا وان احنا بنأسف للي حصل لريجيني والشعب المصري كله بيأسف للي حصل لريجيني، واحنا عارفين ان العلاقات ما بيننا وما بين ايطاليا علاقات عميقه وقديمه ومش حت اي ممارسه فرديه مش هتهتز يعني بيها، واننا بقى مهتمين بقى كمان الحقيقه بكشف ملابسات اختفاء المواطن المصري عادل معوض في اكتوبر 2015. فبقى قضية معوض أمام قضية ريجيني. وهو ده اللي لازم يظهر للناس بشكل واضح جدا. وزير الخارجية الإيطالي كان بيتكلم على كرامة الإيطاليين وحاجات من هذا النوع يعني. وده حق طبعا ما فيش فيه كلام. صحيح. فقد يبدو أن هذا خطاب إذا كنتم تتحدثون عن كرامة مواطنيكم فنحن أيضا نتحدث عن كرامة مواطنينا، وأنه العلاقة فيها ندية وبالمثل يعني هنعملكم بالمثل. قد يبدو هذا الأمر. ولكن في تقديري الخاص انه هناك جهه ما او شخص ما يريد اخفاء الحقيقه فيما حدث مع جوليو ريجيني مثلما حدث مع كثيرين سواء مصريين او غير مصريين داخل مصر او خارجها.
وخليني كمان اقول انه اداره هذه الازمه كانت سيئه للغايه. صحيح. وهنا لازم بس اقول شويه حاجات عشان انت عارفه طبعا يعني انه ايه الكلام اللي هيتقال لما احنا هنقول الكلام ده. اولا لا يعني اطلاقا انتقاد اداء معين في قضيه معينه انك ضد دولتك او ضد بلدك، ولكنك ترفض ان يتم المساس بهذا الوطن بسبب اخطاء يمكن مواجهتها والاعتراف بيها ومحاسبه المسؤول عنها. انا فاكره كمان ان انت كنت اتكلمت قبل كده محمد عن فكره الشفافيه وفكره خروج اعلان رسمي من جهه مختصه بالزبط. بالحقائق او يعني ملامسات القضيه، مش علشان شخص او مجموعه او اداره او جهاز ايا كان، تمام، نضحي بمصر، واحنا ينضحي بالمخطئ. صحيح. وده الصح، ينضحي بالبلد، واحنا من حقنا نعرف مين المخطئ كمان. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، هيطلع البعض دلوقتي وهيقول ان مصر بتتعرض الى هجمه شرسه وان مش عارف، احنا عارفين ده والله، تمام، بس لما تكون بلدنا بتتعرض الى هذا الخطر واجب عليكم كاداره لهذا البلد ان انتوا تحطونا معاكم في المشهد، ان احنا لازم نشتغل مع بعض. صحيح. ما احنا لازم نفهم ايه اللي بيحصل علشان نقدر نقف مع بلدنا. لكن احنا سايبين الموضوع، مش كل حاجه بتتقال، ماشي، مش كل حاجه بتتقال، انا معاك والله ان مش كل حاجه بتتقال، بس لما مش كل حاجه بتتقال بيفتح الباب للاجتهادات. بالظبط، الاجتهادات. وعندنا أفرق. السوشيال ميديا، وانت عارفه السوشيال ميديا بيحصل فيها ايه. وعندنا وسائل اعلام غربيه بتتكلم في حاله من حالات فقدان الثقه ما بين المواطن المصري وحكومته والمواطن المصري واعلامه. صحيح. تمام، فطبيعي جدا ان هو يروح بره لاي معلومه بتتعرضه على انها معلومه. عشان كده كان نفسي، عشان كده في بدايه الحوار كنت عايزه، كنت بقول لك على الاطراف اللي انت شايف ان هم مخطئين او الاطراف المتصله ببعض في قضيه الجيني. الكل مخطئ، الكل في مخطئ فيها. الكل صح. مخطئ في هذا الامر. صحيح. وبعدين الامور بقى دلوقتي ما بقتش مجرد حادثه وحصلت، لا، احنا بنتكلم على علاقات بين دولتين. وبعدين الـ 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 السياحه الايطاليه مثلا كانت الميلاد الاخير بالنسبه لنا، احنا صحيح. شايفين بعض الشركات بتوقف نشاطها وبتحذر من ان مصر ممكن تبقى دوله او جهه غير امنه، وجهه غير امنه للسياح. وده بقى اللي كمان يخلي فيه شويه كويستشن ماركس كده، او شويه علامات استفهام. ايطاليا البلد الوحيده اللي انت لسه بتحسن علاقتك بيها، روسيا باظت دلوقتي، ايطاليا كمان ربنا يستر. وريجيني تم الكشف عن جثته في يوم زياره وزيره التعاون الدولي الايطاليه. صحيح. تمام، والبعض خد الموضوع ده في منحى مؤامره وان دي مؤامره. طب ماشي، جميل جدا، تقولون ان هناك مؤامره وان البعض يشير الى ان هذا عمل استخباراتي غربي يريد دق اسفين ما بين القاهره وروما، فلتكشفوه. بالظبط. انما ما نتسابش احنا بالحاله دي بالارتباك الشديد ده. صح. واللي تبعاته هتبقى خطيره جدا، حلفائنا هنخسرهم واحد تلو الاخر، واحنا في معركه عمي. شديده جدا، ما عندناش ثقه في الداخل بشكل كبير للاسف الشديد، وكمان ما عندناش ثقه من الخارج، موضوع صعب. طيب خلينا نروح لأهرام صفحته الأولى. كمان يمكن في الأونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة كان في كلام عن أوراق بنما أو ملفات بنما. تمام. طيب دول العالم تبحث عن أدلة أوراق بنما، تعال بس نشرح للسادة المشاهدين حاجة بسيطة جدا عن تسريبات أوراق بنما. أو هي شركة متخصصة في الأوفشورز، والمكتب محاماة متخصص يعني في الكلام ده في بنما، وأحد الأشخاص اللي كانوا عاملين في هذا المكتب سرب ما لا يقل عن 11 مليون وثيقة بتتحدث عن شخصيات عامة، وبتتحدث عن سياسيين ورياضيين، ومجموعة من العمليات اللي تم من خلالها التهرب الضريبي على مدار 40 سنة، وعملية ضخمة جدا الحقيقة، وكان ليها تبعات يعني في كل أو في معظم دول العالم اللي ورد أسماء شخصيات كانوا متورطين فيها. شفنا رئيس وزراء إيسلندا استقال امبارح لأنه متورط في هذا الأمر. شايفين يعني أجهزة أمنية في هذه الدول سواء في بنما أو في الولايات المتحدة أو في روسيا أو في غيره تفتح تحقيقات في هذا الأمر. والأمر أيضا طال علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وربما يطول أشخاص آخرين داخل كيان الدولة المصرية. وده بقى حاجه، معلش انا محتاج اربطها بازمه جوليو ريجيني، انه النهارده ما عادش في حاجه بتستخبى، وان اللي هتحاول تخفيه عن الناس داخل مصر هيتعرف من بره مصر، ولكن لو اتعرف من بره مصر يا ترى هنعرفه على ما هو حقيقه، ولا هنعرف ما يراد لنا ان نعتبر انه حقيقه؟ فيفترض في حاجه زي كده ان احنا بقى يكون عندنا الشفافيه
بيد الى بيد عمرو زي ما بنقول، ونعلن احنا من وقت للتاني على اللي موجود عندنا. هل تحركت مصر تجاه ما نشر من وثائق بنما؟ قيل ان هناك بعض التحركات البرلمانيه ولكن لم تتحرك اجهزه في هذا الامر. هل لدينا اراده حقيقيه لمواجهه الفساد وكشف الفساد؟ اعتقد اننا نفتقد لمثل هذه الاداره. كنت امبارح بسمع نشره الاخبار في الراديو وحسيت ان انا بسمع نشره اخبار في سنه 2005 سنة 2001 سنة 95 سنة 96. ايه السبب يا محمد؟ انه لسه بنتكلم نفس الكلام، لسه بنتكلم على يعني رفع الاعباء عن محدود الدخل، بنتكلم عن تحسين التعليم وجودته والمناهج، بنتكلم كلام بنتكلمه بقالنا عشرات السنين دون ارادة حقيقية ان احنا ناخد خطوة واحدة فيه. عيط. طيب خلينا نروح للوطن الصفحة الاولى، تجميد ترقيات وتعيينات وتسويات 7 ملايين موظف وصرف مرتبات وفق يناير. حلو جدا. ما هو ده بقى، ما هو دي تجليات الارتباك. يعني ان احنا البرلمان مجلس النواب رفض قانون الخدمه المدنيه، ولحد النهارده الناس مش عارف احنا نشتغل بالخدمه المدنيه اللي اتنفذ وبعدين اترفض. ما هو ده برضو افيه جامد جدا بالمناسبه، يعني قانون اتنفذ وبعدين مجلس النواب رفضه. فهنعمل ايه بقى؟ يعني طب نرجع نشتغل بالقديم، نشتغل على قديمه زي ما بيقولوا، ولا نكمل؟ فمحدش عارف. يعني دي بقى تجليات هذا الارتباك. يعني صحيح. فتلاقي ان في 7 ملايين موظف النهارده تم تجميد الترقيات بتاعتهم، اي حاجه ليها علاقه باي حاجه اتجمدت ما عدا حاجتين: صرف المرتبات والناس اللي بتطلع لسن المعاش. غير كده كل حاجه مجمده. ليه؟ لان لسه ما فيش قرار، لسه الحكومة ما عرضتش البديل بتاع قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب وغيره يعني من الأمور. طب أنا فضلي دقيقة ولازم أخذ أخبار أنت عارف. طيب المصري اليوم الصفحة الأولى، أمنة نصير تقدم مشروع قانون لحذف مادة إزدراء الأديان. يعني كويس إن إحنا في سنة 2016 افتكرنا حاجة زي كده يعني، فدي نقطة جيدة طبعا. شكرا، أشكرك. بص يعني رد سريع وقاطع. الأخبار صفحته الثالثة، قيادي بتنظيم الجهاد. أنا ده خبر شوك بالنسبة لي شوية. قيادي بتنظيم الجهاد مساعدا لرئيس حي العجمي. أيوة. مش اي حي كمان. ايوه دينا، لو اختيار له حي العجمي بالذات وصيف ومايوهات وبحر. ده كلام على القيادي الجهاد. لا بجد والله، لا بهزر. اللي كان في تحالف دعم الشرعيه. ها. والراجل كان مقبوض عليه وخرجوه في ابريل 2015 وقالوا ان الراجل يعني. بس ده بقى يستوقفنا لحاجه مهمه جدا يا محمد، الناس اللي بتتعين في المناصب. لا هو في بس في قبل ده شويه. طيب هو فكره إيه؟ ان القيادات بتوع تحالف دعم الشرعيه دول بيخرجوا من السجون بقالهم فتره. شايفين واحد زي محمد الظواهري، شقيق ايمن الظواهري، خرج من السجن، وشايفين محمد ابو سمره الراجل الجهادي بقى مساعد رئيس حي العجمي في الاسكندريه. ولكن الخطير في الخبر الحقيقه ان رئيس الحي لما سئل وفقا لجريده الاخبار قال لهم الراجل ذمته الماليه كويسه والامن هو اللي قال عينه. فرجعنا تاني لفكره الاختيارات الامنيه ولا ايه؟ انا مش فاهم. دي نقطه، لازم يكون المعيار هو الكفاءه ثم الكفاءه ثم الكفاءه. بالظبط. ويعني طارق معلش حاجه واحده بس عشان مهم، الوزراء لا زياده في اسعار الكهرباء لمحدود الدخل. والله لسه اول امبارح كان الدكتور محمد اليمامي متحدث باسم وزاره الكهرباء بيتكلم وقال يا جماعه انتوا ليه مستغربين من موضوع الزيادات؟ ما احنا قايلين ان هتكون في زيادات على مدار الخمس سنين اللي جايين، وان الشريحه اتغيرت و الى اخره، واللي عنده شكوى يجي لنا واحنا هنحلها له. لا وبعد كده سمعنا عن خصخصه بعض الشركات للكهرباء ولا لسه؟ لا مفيش كلام من ده يعني. بس القصد يعني انه في النهايه خالص الاخبار او القرارات بتاعه الدوله بتنشر في الجريده الرسميه، في كم واحد بيشوف الجريده الرسميه. صحيح. الكهرباء ما كانتش تخسر حاجه ابدا لو حطوا بس ورقه كده مع فاتوره تقول عزيزي المواطن بدءا من كذا هتكون التعريفه كذا 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 كذا. واخيرا يعني المواطن المصري لازم يكون شريك في صنع القرار يعني. صحيح. ما ينفعش تكويني بالنار وانا مش طرف في الموضوع، ما انا لازم هعترض على الكلام ده كله. وبالتالي ظهرت حاجات زي امسك فاتوره وغيرها من الحركات اللي موجوده في الوقت الحالي. الارتباك هو سيد الموقف ويحتاج وقفه جاده جدا جدا. صحيح. جدا. كل مسؤول لازم ان يوضع امام مسؤولياته وبموجب القانون، ولازم يكون في قواعد صارمه جدا في المحاسبه والمتابعه، والا احنا كده رايحين في سكه مش كويسه. ربنا يستر. كاتب الصحفي المتميز محمد طلعت الهواري، سكرتير تحرير بجريده المصري اليوم، بشكرك جدا جدا يا محمد وبتمنى لك يوم سعيد. فاصل سريع ونكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا، فخليكم معانا.